فجأة. الحكم موقوف من فترة. أيوة. استنى بقى. خلي بقول لك كان أربعة. صوري. طلع ال. صوري. ده قرار من النائب العام الحكم موقوف من فتره. مش هيقول لك كان هربان وقاعد في البيت ازاي؟ تمام؟ ادي رئيس النيابه اهو. تعالوا ورقه اهو. ايوه ورقه. ثانيه يا بيه. ثانيه واحده بس. على فكره المفروض ما كنتش حضرت النهارده. اهو لان هو اهو. مش ما سلمتش نفسك التركيز. طبعا هو اللي بيبقى هم اللي بيسهلوا العقوبه. المستشار اهو محمد شبكه رئيس النيابه والمحامي العام محمد عبد الله بيه وافق عليه. عشان بقول لك اصل كان اذا العقوبه كانت ايه؟ توقف. المحكمه ايدت ايقاف التركيز. تمام؟ تمام. هنرجع نادي الزمالك تاني؟ لا سيبك من نادي الزمالك، كل المصايب اللي حصلت دي بسبب نادي الزمالك. تاني بقول اهو. مشكلتي مع لاميا نادي الزمالك. مشكلتي مع الخطيب نادي الزمالك. مشكلتي مع كل الناس نادي الزمالك، تمام؟ وفي الاخر ثانية عصابة احتلت النادي وسلمته الممدوح عباس. على المستشار. نعم. نرحب بك يا رب. القرار بس النهارده ايقاف تنفيذ الاصابة. ايوه وانا واخد ايقاف جاب نفسي للنائب العام.